لكن الحمد لله مش كل الكلام اللي اتقال في مؤتمر السيسي امبارح كان كله حاجات سلبيه، لا كان في حاجات ايجابيه، ولازم ان احنا نكلم حضراتكم عن هذه الاشياء الايجابيه. من الحاجات الايجابيه اللي اعلنوا عنها امبارح ان احنا الحمد لله بلدنا دخلت موسوعه جينيس للارقام القياسيه. اوعى تفتكر ان احنا دخلنا بواقع ان احنا امبارح كنا بنتكلم عن مشروع حصاد القمح في شرق العوينات، دخلنا موسوعه جينيس في انتاج القمح، ولا قدرنا نسد الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك مثلا في اللحوم، ولا وفرنا الاعلاف لقطاع الدواجن اللي الناس اتخرب بيوتها ابدا. احنا امبارح قدام عبد الفتاح السيسي في الحفل المهيب اللي حضره الساده الوزراء تم الاعلان عن دخول موسوعه جينيس وتحطيم الرقم القياسي باكبر مزرعه نخل او بلح في العالم. هو من الاخر احنا امبارح دخلنا موسوعه جينيس للبلح. اه والله تحس ان الخبر ده مناسب لكل الانجازات اللي بتتعمل في البلد. احنا دخلنا موسوعه جينيس للبلح، للولا حاجه، للمفيش، للفنكوش. وبالمناسبه احنا مش محتاجين نخش موسوعه جينيس للبلح، احنا الدوله رقم واحد في العالم في انتاج التمور. احنا لوحدنا مصر بتنتج ربع انتاج العالم او اكتر من 20%، او انا اسف بتنتج ربع انتاج العالم، ايوه من انتاج البلح في العالم في سنويا. يعني احنا البلد رقم واحد في الجوده في انتاج التمور. واقول لحضراتكم بعض النتائج، عندنا اكتر من 15 مليون نخل. الوادي الجديد رقم واحد، اكتر من 3.5 الى 4 مليون نخله، بيجي بعدها اسوان اكتر من 2 مليون نخله. اجمالي المساحه المزروعه بالنخل في بلدنا اكتر من 105 الف فدان، اكتر من 105 الف فدان، بنساهم باكتر من 20%، 20% من 20 ل 25% من انتاج العالم كله في البلح، واحنا رقم واحد في الانتاج. لكن مصيبة السودة بقى ان احنا رغم اننا رقم واحد في العالم وبننتج 20% من انتاجه، الا ان احنا بنصدر فقط 4% من التصدير في العالم، لان احنا بنصدر 50,000 فقط، 50,000 طن من كل ملايين الاطنان اللي بتنتج سنويا. لكن الحكومة مهتمة بايه؟ الحكومة مهتمة بتحطيم الارقام القياسية. امبارح في وجود السيسي قال لك جبنا مندوبة جينيس عشان تطلع تحتفل مع عبد الفتاح السيسي باكبر مزرعه نخل، اكبر بلحه في البلد. دي مش اول مره، كان عندنا الخبر ده في اكتوبر اللي فات، وقال لك محافظ الوادي الجديد يشهد توثيق اطول سلسله تمور في العالم بحضور مسؤولي جينيس، ده في اكتوبر 2022. وده طبعا كان الاحتفال اللي عمله سيادته محافظ الوادي الجديد بدخول مصر موسوعه جينيس. الخبر اللي بعده كان من مارس اللي قبله، دي طبعا صور موسوعه جينيس، وده البلح اللي احنا دخلنا، يعني ده الانجاز من وجهه نظر الحكومه والساده المسؤولين في البلد. اديني بقى الخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده بيقول لك اهو الخبر ده من 2017، مصر تسعى لدخول موسوعه جينيس بسلسله تمور طولها 5 كيلو متر. هي الناس دي مهووسه بايه؟ يا اخوانا احنا عندنا انتاج، كلمني عن كيف يصدر انتاج بلدنا، كيف نستفيد من اكثر من 15 مليون نخله، كيف نعظم التصدير بدل ما كنا رقم واحد على مستوى العالم في الانتاج، احنا رقم 8 على مستوى العالم في التصدير، احنا بنصدر فقط 4% من انتاجنا، 4%، والباقي اما بيترمى او بيبوظ، رغم كلام الحكومه بتقول لك عندنا مهرجان للتمور وفرصه اللي مش عارف تعظيم القيمة المضافة والاستفادة من 3 مليون شجر. نفس الحكومة كمان اهي سايبة أسوان اللي تعتبر مملكة النخيل واللي بتتربع على عرش التمور النهاردة إما للإهمال أو عدم وجود مصانع ومنافذ تصدير، أو سايبة النخل والشجر زي ما بيقول أهالي أسوان بلا مبيدات وبلا مياه. خليك اسمع هذا الفيديو لأحد أهالي أسوان اللي بيكلمنا عن ازاي اسوان رائده في انتاج البلح، ورغم كده الحكومه او بلدنا ما بتستفيدش منها اي حاجه. نتابع. طبعا عندنا هنا النخيل في منطقه النوبه واسوان عموما فيها سلالات مميزه زي سلالات الخيول كده،
مثلا زي نخيل السكوتي والبرطمودة والجنديلة والمركابي، إلى جانب الأصناف الثانية زي الشامية والأصناف دي. وفي أصناف ثانية دلوقتي ما شاء الله ابتدت حاجة. رغم ان الحكومه قالت انها عملت مجلس اعلى للتمور اهو، وبرئاسه وزير التجاره والصناعه وعضويه وزير مش عارف الزراعه وعضويه مين، الا ان هذا المجلس لحد النهارده مجرد حبر على ورق. الناس دي بتقبض فلوس، الناس دي بتاخد ملايين سنويا، وسايبين مزارعي التمور زي ما حضراتكم شايفين كده صعوبات كتيره بتقابل موسم حصاد البلح في البلد. احنا قادرين ان احنا نغزو سوق البلح في العالم او سوق التمور، مش موسوعه جينيس بقى ومجرد شهاده بتتعلق كده الله اعلم بيعلقوها فين، ويعني لدرجه انت شايف تقزيم البلد وصل لحد فين. امبارح قدام السيسي واحتفال وحققنا الرقم القياسي، عملتوا ايه؟ قال لك عندنا اكبر مزرعه للبلح. ما احنا عندنا فعلا اكبر انتاج للبلح في العالم، قول لي استفدنا منه ايه؟ عملت مصانع، عملت خطوط تصدير، عملت تغليف، شفت الناس اللي شغاله في زراعه البلح عايزين ايه؟ وفرت مبيدات لسوسه البلح، وفرت ميه للنخل اللي بيموت في الوادي الجديد او بيموت في اسوان او بيموت في الواحات، ابدا. لكن عملت ايه؟ خدت اللقطه وقلنا الحمد لله دخلنا موسوعه جينيس في البلح. اعتقد معبر جدا موسوعه جينيس في البلح دي، تقدر تقول بقى دخلنا موسوعه جينيس للبلح باطول ساريه علم واكبر جامع واكبر كنيسه واكبر نجفه موجوده في اكبر جامع هيصلي فيه مواطنين بيشحتوا مش عارفين ياكلوا. دخلنا موسوعه جينيس للبلح باكبر شبكه كباري، هنشحت كلنا تحت هذه الكباري عشان الساده اللي بيحكموا بلدنا مهووسين باكبر واطول واضخم واعلى واغلى حاجه في كل حته. اشوفكم بكره على خير، الى اللقاء.